الموضوع اللي تدرسه طلاب، احنا لي حد الان درسنا المواضيع التالية: اخذنا البنزين عينة واعتبرناها هي العينة الاساسية في معرفة الاروماتيك كومباوند من خلال معرفة الكريتيريا للاروماتيك كومباوند الاربعة الاساسية، ومن ثم انتقلنا الى تفاعلات البنزين ايضا عينه، شفنا تفاعلات تفاعلات الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. عندنا خمس انواع تفاعلات هي الهالوجينيشن نايتريشن سلفينيشن وايضا الفريدي كرافت بنوعين الاسيديشن والالكيليشن، وركزنا بشكل اساسي على الفريدي كرافت الكيليشن لان هذا يكون كربون كاتيون الاكثر استقرارا، فالنواتج مالته تعتمد على استقراريه الكربون كاتيون اللي حيتولد نتيجه التفاعل. وبعدين انتقلنا الى التفاعلات لو كان عندنا على البنزين مجموعه معوضه، بعد عندنا ثلاث انواع من المجاميع المعوضه: الدونيتنج جروب اللي تجعل البنزين اكتف وتوجه اورثو بارا، وبعد الهالوجينات تجعل التوجيه للالكتروفايل اورتوبارا ولكن بالحلقه دي اكتف، واخر شيء باوعنا الودراوند جروب الساحبه تجعل حلقه البنزين التوجيه مالته الى ميتال الكتروفايل ولكن تجعل حلقه البنزين دي اكتف. بعدين انتقلنا بالمحاضره الاخيره لو كان عندي تو جروب كيف حيصير نواتج تفاعل تعتمد على المجاميع المعوضه، وكانت الاكتف هي يبدا لها التوجيه، يعني المجموعه الاولى اللي سميناها اللي تكون من نوع الدونيتنج جروب او الساحبه الدافعه العفو هي لها الاولويه في نواتج التفاعل. موضوعنا الحالي هو موضوع اسمه الارين. ما هو الارين؟ اكتب ما هو الارين، لازم نعرف ما هو الارين. الارين هي المركبات بها حلقة بنزين، حلقة بنزين ترتبط بها هاي المجاميع المعوضة، أما من نوع الألكايل جروب أو الألكينايد الفالهالايد أو الفنيل. بمعنى آخر عبارة عن حلقة بنزين، حلقة بنزين ترتبط ذرة الكربون مباشرة مع البنزين، ترتبط ذرة الكربون مباشرة مع البنزين، هذا المركب يسمى أنين. كربون من ترتبط مباشرة المجموعة المعوضة اللي فيها كربون ترتبط مباشرة مع حلقة بنزين يسمى أرين. هاي المجموعة هو الكال هلايد، الكال الكحول، فنل، الكال جروب، الكينال. إذا هنحكي على مواضيع كيف تحضر مركبات أو كيف تتفاعل هاي المركبات اللي بيها بنزين مرتبطة مباشرة مع الكربون. مثال التلوين يعتبر أرين، هذا يعتبر أرين تلوين أثر بنزين، وحنشوف أمثلة كثيرة، بس لازم الطالب يعرف أن الأرين نقصد به هي المجاميع أو المركبات اللي حلقة البنزين ترتبط بمجموعة معوضة ذرة الكربون مال هاي المجموعة ترتبط مع البنزين. هنضاوع ايضا انه هاي المركبات بيها نوعين مجموعه معوضه بنزين، بيها مجموعتين مجموعه معوضه سميناها ار وبنزين، تفاعلاتها
تعتمد بشكل أساسي على نوع الريجنت. إذا ما وعد إذا الطالب عليه أن ينتبه في مثل هاي التفاعلات، يركز عليه من مو على السبستريت، يركز على الريجنت. اكتب نوع الريجنت، نوع الريجنت اللي دخل به التفاعل. هذا مثال توضيحي فقط. إذا هذا المركب أثل بنزين تفاعل مع HNO3 وHSO4، الريجنت هذا مال ويا نوع مركبات؟ إذا النيتريشن، إذا هذا تفاعل الهيدروفيليك أروماتيك سبستيوشن ريأكشن، حيتفاعل على CH2CH اللي هو على البنزين. فإذا نوجه أورتوبار، إذا كل مركبات الآر المرتبطة بها سي 1 حصل التوجيه مالتين. اكتب أورتوبار، ما عندنا ميتا. أعيد، كل تفاعلات الأرين إذا كان الآر لوحده ماكو بعد غير فانكشن جروب موجود وياه، يكون تفاعلات الالكتروفيلك أروماتيك سبستيوشن ريأكشن أور النواتج أورتوبارا حصرا. لو استعملنا ريجنت ثاني بي ار 2 موجود الضوء، هذا اتش نيو يعني ضوء، وين صار التفاعل؟ على الرينج. لو صار على الحل على المجموعه المعوضه، صار التفاعل على المجموعه المعوضه. اذا التفاعلات الارين، الريجنت هو اللاعب الاساسي في تحديد النواتج. اكتب تفاعلات الارين، اللاعب الاساسي هو الريجنت في تحديد نوع الناتج للتفاعل. الفيزيكال بروبرتيز هذا بس للاطلاع فقط، هم مطلوب عندك حتى تحفظها. هاي مركبات اكتب عليها للحفظ فقط، احفظها. النيوكليتشر مال هذين المركب فقط مطلوبه، هاي المركبات. وهي المركبات قلتلكم اياها سابقا تحفظ. مع المركبات السابقة اكتب على هاي المركبات تحفظها. هسه حندرس preparation of arene، نوعين فقط حناخذ، مو خمس انواع، نوعين فقط. رقم واحد preparation of alkyl benzene، اشر preparation of alkyl benzene، اشر عليها alkyl benzene. عندنا بنزين عليه الكايل جروب، من نقول الكايل يعني شنو؟ الكان شايل عنده ذره هيدروجين. التفاعل الاول من هو؟ فريدل كرافت الكليشن. التفاعل الاول حتى نحضر ارين من نوع الالكايل بنزين هو تفاعل فريدل كرافت الكليشن. كيف يحدث التفاعل؟ من خلال تفاعل اما الكال هالايد او كحول او الكين. اعيد، عباره عن تفاعل بنزين مع اما الكال هالايد، الاكس هنا هالي اما كلورو او كحول، يعني الاكس صارت او اتش، او الكين. في حاله استخدام الكلوروبروم الكال هالايد لازم يكون الكتس لويس اسيد، لكن في حالة استخدام الكحول كريجنت او الالكين الكترس لازم شكل ما تطلب تكتب حامض حوامض. اعيد، في حالة الكال هالايد لازم استعود مالتي، اذا كان الريجنت الكال هالايد بنوعيه الكلور بروم استعمل لويس اسيد، اما اذا كان عندي كحول او الكين استعمل الحوامض المعروف H2SO4 HCl HNO3 وهكذا. حتى الشطيني يعطيني أرين تتعوض مجموعة الكال، تتعوض هذا التفاعل المهم فيها من هو؟ تكوين، اكتب تكوين كربون كاتيون أكثر استقرارا. النواتج تعتمد على الكربون كاتيون الأكثر استقرارا. شرحناها في المواضيع وأخذنا يمكن أمثلة كثيرة على هذا الموضوع. نعم، عندك المنسبة طالعين منسبة الشحطات. هسه ايش حندرس؟ موضوع اكتب عليه جدا مهم، limitation هاي امثله
بس حنبح على مثال واحد فقط والبقية تقرون انتم. عندي مركب بي 2 كلور، كم بنزين رينج تعوض؟ اشر على هذا التفاعل الثاني. عندي بنزين رينج، بنزين عندي لا استعمل مولين، عندي مركب في موقعين كلور عوض بالموقعين تعوض عندنا جزيئتين بنزين. اكتب عليها مهمه. التفاعلات البقيه هي تفاعلات اخذناها سابقا مثل هذا التفاعل الكالميار، استعملنا لويس اسيد وعلى المركب الناتج. مركب الناتج اختلف لو كان هذا برايمري الكان هلاك، طلع لي مركب يختلف عن هذا. التفاعل الاخر هو الكين، استعملنا له حوامض وتكون عندنا المركب الناتج. هاي الامثله اكتب، هاي مهمه جدا. ليميتيشن حنشرح ما هو الليميتيشن اوف فريدريكراف كالكوليشن. اكتب هنالك محددات، هنالك محددات في تفاعلات فريدريكرافت الكليشن. بمعنى اخر هنالك تفاعلات للفريدريكرافت الكليشن لا تتكون نواتج. هنالك تفاعلات للفريدريكرافت الكليشن لا يتكون ناتج. اكتب عليها مهمة جدا. رقم واحد، التفاعل الأول. اكتب عندنا نيترو بنزين. حدد الطلاب. اكتب حددت هذا، اكتب جوا نيترو بنزين عليه انوت. نيترو بنزين حصريا، نيترو بنزين. لو فاعلته مع الكال هلات بوجود لويس اسيد ناتج التفاعل تكتب عليه نو رياكشن. المن هذا للنيترو بنزين، لا اقول غير مركب طلاب رجاء. اذا عندك نيترو بنزين فاعلته مع الكال هلات لويس اسيد نو رياكشن. الليميتيشن الثاني، محدد الثاني، لو عندنا امين بنزين عليه NH2 NHR او NR2، امين عندي امين افاعل مع الكال هالايد لويس اسيد نو رياكشن. السبب هذا التفاعل ايش داقول؟ السبستيت مالت ايش تعتبر؟ قاعده حامض فاعل. اكتب عليها قاعده. وش عندي اني؟ حامض يتفاعل القاعده مع الحامض كاتلست حامضي، والسبستريت قاعدي يتكون بلح بعد الكاتلس يشتغل فيوقف الكاتلس ايضا نو رياكشن. المحدد الثالث، من هو السبستريت بهذا الاثنين؟ اكتب عليه البنزين. البنزين هو السبستريت، فعلت مع بنزين عليه هالوجين. مثال ذلك كلوروبنزين، الاكسار كلور اسمه كلوروبنزين، الاكسار بي ار، برومبنزين، فلوروبنزين، ايودوبنزين. مع البنزين بوجود الالمنيوم كلورايد نكتب على التفاعل هنالك ثلاث محددات، النايترو كسبستريت نايترو بنزين. وش عندي مع السبستريت؟ احدى الامينات اذا فعلناه مع هاليد الكيل بوجود لويس اسيد نو رياكشن كسبستريت. اذا عندي بنزين سبستريت لكن الرياجنت مالتي كان كلورو بنزين بروم بنزين وهكذا بوجود لويس اسيد نو رياكشن. انبه على شغله طلاب رجاء انتبه عليها، لو كان عندي مو نايترو بنزين، نايترو بنزين اكو عليه مجموعه معوضه ثانيه يصير التفاعل لو بيصير طلاب اكتب نعم يحدث التفاعل. على من يعتمد؟ على نوع المجاميع المعوضه. اعيد، لو ما كان عندي بس نيتروبنزين عندي عليها مجموعه ثانيه اكتب يحدث التفاعل. لكن اذا اخذت النيتروبنزين وحده
وصعدت مع الكال هلاي لا احبس التفاعل ان شاء الله بالمحاضرة الالكترون حجيب سؤال جبته قبل حتى تعرفون شلون نمط الاسئله حتجي على هذا الموضوع بس احد المكتب يخاف انسى حشرح لكم اياه اكو اي سؤال ولد على هذا الموضوع اكو اي سؤال عيد شيء تردون آخر ملاحظة لو كان مو عندي نيتروبنزين ولا عندي أمين وحدة عندي فقط سبستريت عليه مجموعتين وحدة NO2 ومجموعة أخرى أو أمين ومجموعة أخرى يحدث التفاعل؟ نعم يحدث التفاعل نعم بس ثالثة إذا عندي سبستريت إيش دا أقول أنا السبستريت هون بهذا المادتين بنزين لازم تأشر عليه سبستريت هذا يعني مادة تيسر عليه التفاعل وجبت كلورو بنزين أو برومو بنزين أو مشتقات أخرى للهالوجينات لا يحدث التفاعل اكتب على هذا الموضوع جدا مهم أكو بعد حتى أطلع من هذا الموضوع نعم التفاعل الثاني هو تفاعل بنقول أمين يعني قاعدة عندي لوس اسيد حامض ملح زائد حامض ملح شلون يتكون؟ حامض زائد القاعده الكترس بعد ما يشتغل يوقف يتوقف يسموه ديد ما نعم ننتقل الى الموضوع الثالث اللي هو التفاعل الثاني اللي هو اذا اول طريقه لتحضير أريم من نوع الالكايد جروب الار الكايد جروب هو فريدريش رافت الطريقه الثانيه إذا عندي مركبات كيتون هذا في الأشر عليه شنو هاي المركب هذا؟ إذا عندي كيتون بمعنى آخر عندي عندي أشرة عندي كاربونيل جروب عندي كاربونيل جروب من نوع الكيتون كاربونيل جروب من نوع الكيتون اذا فاعلناه with two reagent اكتب مع reagent اما زنك الملقب بوجود حامض هاي سبيكه زنك الملقب بوجود حامض ملقب يعني زئبق بقدر اقصد بيه هاي سبيكه او هيدرازين N2H4 مع قاعدة هذا التفاعل سووه علماء كريمنزل أو روب كشنر تحفظون أسماء العلماء عالميا سووا نوعين من الريجنت حولوا هذا الكربونيل بوجود هذا الريجنت إلى شنو؟ إلى سي اتش حول اكتب حول الكربونيل إلى شنو؟ الى سي اتش حولوا الكربونيل بوجود هذا الريجنت اكتبوا حول الكربونيل الى سي اتش 2 يا مركبات مركبات الكيتون بوجود نوعين من الريجنت اما زنك ان ملكم بوجود حامض او هيدرازين N2H4 او NH2NH2 بوجود القاعده حولوا الكربونيل جروب مال كيتون كومباوند المن الى CH2 يعني حولوا المركب من كيتون الى الكايد جروب بمعنى اخر حولوا الكيتون الكربوني مالته الى الكايد جروب نكتب مثال خلوا لي هذا المثال عندي هذا مركب
بنزين مرتبط ويا كربونيس سي اتش 2 سي اتش 3. بنزين بكربونيل جروب مرتبط ادي سي اتش 2 سي اتش 3. مركب كيتون فاعلناه مع هيدرازين ان 2 اتش 4 بوجود قاعده. بالامتحان انت مخير اذا اعطيت اياه او انت اكون من عندك الرئيسي. اما تكتب لي هذا او تكتب لي الزنك المادة وجود حامض. ما هو ناتج التفاعل؟ يلا بالله في رجاء. ما هو ناتج التفاعل؟ اعطوني النواتج. طلاب الناتج اللي حله هو عباره عن بنزين حول هاي الكربون تسوي المج حول المج عباره عن بنزين سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3. طب واحد حله يرفع ايده. اذا بالامتحان حنبه على شغله طلاب رجاء وياما طلبه يخربطون بهذا الموضوع. ضعوا لي التفاعل. كم ذرة كربون مرتبطة الار؟ كم ذرة كربون الار؟ 100. كم ذرة كربون الار؟ 100. 2 لو 3 يعني كربون كربوني مو بيكربون؟ كم ذرة؟ 3. فإذا لازم أنت الناتج مالتك كم ذرة تطلع لي إياه؟ 3. اكتب هاي ياما طلبة من ينقش يكتب لي؟ يكتب بنزين سي اتش 2 سي اتش 3. ضاع طلاب. احكي لكم من خبره بسيطه بالتصليح مع الطلبه. دا انبه على اشياء بالامتحان الطالب بعد ما مرتاح يرتبك يكتب لي بنزين سي اتش 2 سي اتش 3. ما يحسب عدد ذرات الكربون. لازم ذرات الكربون تعلموها ما تتغير. كربون وين تروح اللخ الكربون؟ تتبخر. واضح طلاب؟ ايش قد انت عندك عدد ذرات كربون لازم الناتج مالتك يطلع بقدر المتفاعل. بغض عن انت شو تحوله. كربونين حولته سي اتش 2 اوكي. تحول بس الكربون بقى. بس الاو صار اتش 2. واضح طلاب؟ رجاء. التفاعل الاخير لو عندي مركب بنزين مرتبط بمجموعه دبل بوند. نسوي له اختزال بوجود الهيدروجين نيكل نحول الدبل بوند الى من الكين الى الكان. اذا هنالك ثلاثه تفاعلات. طبيعي التفاعلات كلش كثيره بس احنا اختارينا ثلاثه. ثلاث تفاعلات نقدر نحضر الكايل جروب على البنزين. رقم واحد فريدر كرافت. رقم اثنين مركبات الكيتون نحولها من خلال تفاعل كليمنزن اند وولف كشنر باستخدام رياجنت خاص لتحويل الكربوني الى سي اتش 2. والتفاعل هو تفاعلات الالكين الى الكان بوجود اختزالها بالهيدروجين والكاتاليست. اكو اي سؤال ودي على هذا الموضوع؟ ننتقل الان الى بريباريشن اوف الكينايل بنزين. سؤال اكتب هذا السؤال. كيف ما هي ما اكتب السؤال ما هي المركبات او المواد المتفاعله التي ينتج عنها مركبات الالكين؟ شنو اجيب مواد متفاعله انتج الكين؟ بس احنا ما نحكي اروماتيك كومباوند، نحكي شعاب اخذتوه العام. يلا طلاب احكوا لي. نعم. احسن، اذا رقم واحد احسنت. تفاعلات الكحولات بوجود الحامض. دائما من تسمع كحول خلي حامض وياه. التفاعل الثاني. احسنتي. ها
حاليه الكيل مع قاعده. اذا هناك تفاعلين لمواد متفاعله مختلفه وريجنتات مختلفه، نحول هالمركبات المتفاعله الى الكين. رقم واحد الكحولات مع الحامض، بس تسمع كحول خلي له حامض. التفاعل المركب الاخر هاليد الكين، بس الالكين الهاليد اكتب فقط الكلور والبروم، فقط الكلور والبروم. من تسمع هاليد الكين راح تقول بيز قواعد. اذا اخذت الصف اول تفاعلات الاس ان 1 والاس ان 2 والاي 1 والاي 2، ها من تفاعلات الاي 1 والاي 2، ها انتم عليكم، ها انتم تعرفون الميكانيزم مالته ما له علاقه. ها اذا عرفنا هناك مادتين تعطيني الكين. السؤال، هل هناك استقراريات للالكين؟ بمعنى اكو الكين اكثر مستقر من الاخر؟ نعم. نعم، اكتب نعم، الجواب نعم. ما هي القواعد او الرول اللي نعتمدها في تحديد استقرارية الالكين؟ اعيد، ما هي القواعد التي تحدد استقرارية الالكين؟ من يجاوب يطلع حبابين العام. اذا القاعده هو قاعده شو اسمها؟ شو اسمها؟ زيتس رول. قاعده زيتس رول، اكتبها زيتس رول. قاعده زيتس رول هو وضع اسس استقراريه الالكين. ايش قالت القاعده؟ اكتب القاعدة. زاد السرول روسي فتحضي بس هيك. شو تقول القاعدة؟ ذرة الكربون المرتبطة مع الدبل بوند يا ذرة الكربون المرتبطة مع الدبل بوند سي دبل بو سي، المجاميع المعوضة عليها، المجاميع المعوضة عليها كلما تكون أكثر يكون المركب أكثر استقرارا، يكون المركب أكثر استقرارا. يعني كل ما عندي R أكثر كل ما يكون المركب أكثر استقرارا. اكتب مثال C دبل بوند C مرتبطة بها أربع آرات أكثر استقرارا من سي دبل بوند سي عليها ثلاثة آر. والسي دبل بوند سي أم ثلاثة آر أكثر استقرارا من عليها اثنين. نقدر نقول غير شيء، كل ما السي دبل بوند سي تحتوي، اكتب كلما السي دبل بوند سي تحتوي على اتش عدد ذرات الاتش المرتبطه بها اقل كل ما يكون مركب اكثر استقرارا. اعيد، كل ما عدد ذرات الاتش يعني هذا اقول 4 ار بي اتش، بي اتش هنا يكون اكثر استقرارا من اللي عنده 1 اتش مرتبط بي، من اللي عنده 2 اتش مرتبط بي. من عنده 2 اتش مرتبط من يصير 3 اتش. فاذا الطالب نواتج التفاعل، اكتب اذا نواتج التفاعل
يجب أن تكون أو يكون الألكين أكثر استقراراً. يعني الطالب ينتبه، قال عام كله أخذته، يعني الطالب ينتبه على السي دبل بوند سي الأكثر استقراراً. انطيت أمثلة تفاعل هالية ألكين، تفاعل مع هالية ألكين شو استعمل لك كتلست مالت شنو قاعدة كي او اتش ان او اتش اي ام هالية ألكين مع كي او اتش انطاني هذا المركب الستايرين. هالية ألكين الاكس هنا عندي او اتش شو اضيف له لازم حامض انطاني هذا المركب الثاني الكين. اما اذا احفظ الالكين عن طريقين، اما هذه الالكين مع قاعده او الكحول مع شنو مع حامض. اكتب على هذا المثال الاخير مهم جدا. عندي هذا المركب عندكم الجبل اكتب على هذا المثال مهم جدا. اكتب عليه مهم. عندي هالية الكين فعلت مع كي او اتش. هالية الكين شو بتستعمل وياه؟ كي او اتش. انطاني نوعين من الالكين، مركب رقم واحد ومركب رقم اثنين. اشر مركب رقم واحد ومركب رقم اثنين. ناتج تفاعل هذا الهالي الالكين ايوه الصح، الاول والثاني الناتج الاول. طلاب وياي جابوني الاول ايوه احصح يا الناتج اللي حيطلع بالتفاعل الاول. الأول أو الثاني؟ أول. شوي انتبه علي طلاب. ترى الناس يجي جاي طلاب رجاء شوي انتبه علي. الأول كم مع سي دبل بوند سي؟ كم اتش بي؟ كم اتش مرتبطة بي؟ كم اتش؟ أشر اكتب الأول بي 2 اتش. مع الثاني كم اتش مرتبط بالسي دبل بوند سي؟ من هو الاكثر استقرارا؟ الاول. اكتب الاول اكثر استقرارا من الثاني. اذا ناتج التفاعل هو الاول وليس الثاني. السبب حسب قاعده زيت الثرول كل ما تزداد عدد ذرات الهيدروجين المرتبطه بالدبل بوند كل ما يكون المركب شنو؟ اقل استقرارا. والعكس صحيح. اعيد الثاني اكثر استقرارا من الثاني اقل استقرارا من الاول بسبب حسب قاعده زيت سبرول. شو تقول القاعده؟ كلما تزداد ذرات الهيدروجين المرتبطه مع الدبل بوند يكون المركب الالكيني اقل استقرارا والعكس صحيح. ترى الاسئله يجي جاي يقول لا من هذا الدهتي انا واضح طلاب؟ التفاعل الاخير التحضير الستايرين. التفاعل الاخير التحضير الستايرين عباره عن تفاعل بنزين مع اثرين ووجود الفوسفوريك اسيد. يتكون عندنا هذا المركب اثل بنزين اثرين مع بنزين فوسفوريك اسيد يعطيني الاثيل بنزين. هذا الاثيل بنزين اسوي له اوكسيديشن بتو ريجنت كروميوم اوكسيد والومنيوم اوكسيد بحراره يتكون مركب اسمه الستايرين. تعرفون شو الستايرين طلاب؟ مال ملابس بوليستايرين. مسامعين بوليستايرين هذا المونومر مالته من عنده ينتجون الملابس.
هذا تفاعل اكتب عليه جدا مهم. تفاعل جدا مهم. نعم. إذا احنا سدرسنا كيف نحضر الكينات الالكايد والالكينات. Reaction of alkyne and alkyne. تفاعلات الالكايد بنزين والالكينات بنزين. قبل ما ابدا بهالموضوع تفاعلات الالكان. الالكان شو يكون تفاعلات طلاب؟ الالكان. نعم اذا اكتب الالكان يكون تفاعل سبستيوشن رياكشن اللي يسموه الاس ان 1 والاس ان 2. اعيد الالكان راح تقراها اليوم مطالبين بيها. يدخل نوعين من التفاعل الاس ان 1 والاس ان 2. عبر يا ميكانيزم طلاب عبر يا ميكانيزم فري راديكال عبر ميكانيزم اوف فري راديكال. كم نوع عندنا فري راديكال طلاب؟ كم نوع فري راديكال عندنا؟ جابوا لي طلاب كم واحد؟ سبحان الله ما في تقولون اثنين ما في تقولون اثنين. كم نوع هاليد الكيل عندنا؟ يا ربي ثلاثة انواع. كم نوع هاليد الكيل عندنا؟ برايمري سكندري وترشري. مين جايت هذا دي نقول استبدال. مين جايت؟ جايت من ثلاث انواع فري راديكال. اكتب فري راديكال برايمري وسكندري وترشري. ثلاث انواع فري راديكال حتى تكون ثلاث انواع شنو؟ الكان هلايد برايمري سكندري تيرشري. من الفرنديكال اكثر استقرارا؟ من هو الفرنديكال اكثر استقرارا؟ اكتب التيرشري اكثر استقرارا من السكندري والسكندري اكثر استقرارا من البرايمري. يصير ري ارنجمنت بالنسبه اذا عندي فرنديكال برايمري ينتقل الى سكندري او تيرشري. يصير اكو ري ارنجمنت بالفري راديكال مثل كربون كاتيون. اكتب لا يوجد ري ارنجمنت بالفري راديكال. ها كلها درستوها العام. لا يوجد ري ارنجمنت بالفري راديكال. وين شفنا ري ارنجمنت فقط وين؟ بالكربون كاتيون. أعيد طلاب حنباوع إنه حنباوع نحتاج نوعين من التفاعلات تفاعلات الألكان وتفاعلات الألكين. تفاعلات الألكان تدخل نوع أساسي وتفاعل substitution reaction نوعين إما الأس أن 1 أو الأس أن 2 reaction حتى تنتج من الألكان ينتج شنو؟ الكال هلايد. الكاتاليست مالتنا هو الضوء او الحراره. يتكون هذا التكوين المركبات تتكون عبر تفاعل ميكانيزم مالته فري راديكال. فري راديكال كم نوع عنده فري راديكال؟ ثلاث انواع تيرشري وسكندري وبرايمري فري راديكال. لا يحدث لهما ري ارنجمنت لتكوين المركب الاكثر استقرارا. من هو الاكثر استقرار؟ هو التيرشري اكثر من السكندري والسكندري اكثر من البرايمري. الالكين ايش تدخل تفاعلات الالكين؟ اديشن ريأكشن. اكتب الالكين يدخل تفاعلات اديشن ريأكشن. الميكانيزم مالته اديشن ريأكشن لتكوين شنو طلاب؟ او الكال هلايد. اذا اريد احول الالكين الى الكان شو اضيف له؟ اشتو هيدروجين وجود النيكل. احسنت. الالكين اذا حوله الى الكان اضيف له شنو؟ هيدروجين
اسوي له اختزال، اضيف له هيدروجين واضيف له نيكل. اذا اريد احول له الكال هلايد اضيف له بي ار 2 دبل بوند احولها الى 2 بي ار. هذا الموضوع ده اشرحه لان نحتاجه. فاذا حنباور حتى نحدد التفاعل مثل ما بديت حديثي بالمحاضره، اكتب يتم تحديد نواتج التفاعل، اكتب فوق يتم تحديد نواتج التفاعل بالاعتماد على من؟ على الريجنت. تفاعلات الالكايل بنزين والالكينال بنزين نواتجها تعتمد بشكل اساسي على نوع الريجنت المستخدم للتفاعل. مثال ثاني عندي هنا ارين ار انا بمحدده ايا كان. هاي تفاعلات من يا نوع؟ تفاعلات من يا نوع طلاب؟ جابوا لي طلاب رجال. هاي تفاعل من يا نوع؟ الهيدروفيلك سبستيوشن اشرب جوا. شلون اعرف شو هذا؟ وين صار التفاعل؟ على الار لو على البنزين رين؟ وين وجه اور فقر؟ ليش الار بتفاعل طلاب؟ لان الريجنت خاص لتفاعلات البنزين. نجي على التفاعل الثاني. تفاعل عندي الكان وعندي بنزين، عندي ارين. بي الكان جروب، الكان جروب مرتبط مع البنزين. فاعلته مع سي ار 2 او بي ار 2، وجود ضوء وحراره. السي ار والبي ار يتفاعل مع البنزين لو مع الالكان جروب. ليش يتفاعل مع الالكان؟ لان الريجنت مالته يدخل تفاعل سميناه سبستيوشن ريأكشن. نيتروفيلك سبستيوشن ريأكشن. البنزين يدخل تفاعلات الكتروفيلك سبستيوشن ريأكشن. اعيد. البنزين دخل تفاعلات الكتروفيلك سبستيوشن ريأكشن. لكن الالكالي جروب دخل تفاعلات الاس ان 1 والاس ان 2 عبر تفاعلات نيكلوفيلك سبستيوشن ريأكشن. فلذلك النواتج لا تفشي تكون يا ناتج الاكثر استقرارا. تفاعل هيدروجينيشن، اضيف هيدروجين على الارين يتكون البنزين رينج تنكسر في السايكلوكسان. اكتب هذا التفاعل عباره عن تحويل البنزين الاروماتيك رينج الى سايكلوكسان. اكتب على اول تفاعل مهم جدا، هاي الصفحه اكتب عليها كلها مهمه جدا. اوكسيديشن اوف ارين. بعد ارين اكتب على فوق ار اعطيته هاي. اكتب هاي الار ايا كان حجمها ان شاء الله مرتبطه بها 20 ذره كربون 50 ذره كربون. من افاعل الارين اكتب من فاعل الارين مع اوكسيدايزنج ايجنت قوي عامل مؤكسد قوي مثل ايش؟ كيمينوفور كي 2 سي ار 2 او 7 هذول اوكسيدايزنج ايجنت قويه سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. يتحول الار الى من كلها الى كاربوكسيل يتحول سي او 2. هاي الار تتحول الى كربوكسيل الاسيد. اكتب هذا المثال. ارسم بنزين. ارسم بنزين. يلا طلاب الكل تحل. بنزين مرتبط ب سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 اربع ذرات كربون. بنزين مرتبط ويا سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 فاعلناها مع كيمينوفور. انطيني ناتج التفاعل. مع كيمينوفور شو يعطيني الناتج طلاب؟
يعطيني بنزا وكاسيت زائد سي او 2. لا حد يعادل المعادله، لا تعادل لي المعادله، ما احتاجها من الامتحان. اذا ناتج التفاعل يطلع لي بنزويك اسيد، بنزين عليه كربوكسيليك اسيد يسمى بنزويك اسيد زائد سي او 2. مهما كانت هاي السلسله ايش قد طويله، ايش قد بيها تفرعات، كلها تكسرها تحولها بنزويك اسيد. واضح طلاب؟ ترى جاي هيك اسئله حتجيكم الاسئله. انت تحضر وتسوي عده خطوات. التفاعل الاخر هايدروجينيشن، اشد هايدروجينيشن، عندي مركب اسمه ستايرين، بنزين عليه سي ال دبل بونس، اكتب اسمه ستايرين، اكتب عليه ستايرين. فعلت مع تو تايب اوف ريجنت، نوعين من الريجنت. الريجنت الاول هيدروجين مع نيكل، اضيف هيدروجين دا اسوي اختزال، احول الدبل بوند الى الكارب. ايش قد الحراره؟ اسفل عليها، اريدها ما عندك بالامتحان تحفظها. 20 سنتيجريد تو اتموسفير. هذا الريجنت يسموه مايلد، ام اي ال دي، مايلد ريجنت. شنو كلمة مايل طلاب؟ فشي بسيط 20 درجة، يعني كأنه روم تمبرتشر مع 2 اتموسفير. احنا ايش قد الاتموسفير مالتنا هسه بالغرفة؟ ايش قد طلاب؟ واحد. انت شوي نصعد على الجبل، إذا جبل عالي يمكن نوصل 2 اتموسفير. يعني فد اتموسفير بسيط. من انكسر البنزين لو سي دبل بوند سي سي دبل بوند سي انكسر الالكين، تحول من الكين الى الكان، صار عندنا شنو هذا؟ اختزال ريدكشن صار عندنا. لكن لو استعملت فت فيجرس ريأكشن، ايضا هيدروجين مع نيكل، قد الحراره 120 سنتيجريد و110 اتموسفير. تعرف شنو 110 اتموسفير؟ الحياه تنتهي. وين صار عندنا الدبل بوند مال كل الدبل بوند مال رينج صارت سايكلوكسان. اكتب تكون سايكلوكسان. هذا اني اشرح عليه كله اتش، خلي كله اتش، خلي هذا مو سي اتش، كله صار اتش. هاي الشخوط ان خاله انت ضيف اتش عليها. اتكسر البنزين رينج انكسرت. سؤال اكتب هذا السؤال، جر سهم من ستايرين مباشرة، جر سهم منا، جر سهم منا من الستايرين، جرنا إلى آخر آخر مركب. شخلي على السهم ريأجنت حتى هذا يتحول لهنا. خلي هذا بالضبط أحسن، خلي هذا ريأجنت هيدروجين نيكل 120 110 اتموسفير. الجواب هيك بالامتحان. أعيد، لو أريد بدون انتقال إلى الحالة الوسطية أنتقل من الستايرين مباشرة لهذا، شو أخلي على السهم طلاب؟ أخلي هذا التفاعل هيدروجين نيكل 120 110 اتموسفير. أكتب تفاعلات مهمة جدا. أوكسيديشن نفس السبستريت ستايرين عندي، إذا استعملت مايلد اوكسيدايزنج ايجنت، اكتب عليه مايل اوكسيدايزنج ايجنت، بيروكسيد الموجود يستعملوه في مصر الشعر هسه في البوكسون، H2O2 اترك هذا اوكسيدايزنج، هذا مايل اوكسيدايزنج ايجنت، مو قوي ضعيف. صار عندي السي دبل بوند، صار عندي فتشي عرضين، السي دبل بوند سي صار عندي جلايكول، حولت اثنين او اتش سي دبل بوند، صار عندي كحول من نوع الجلايكول، كحولات من نوع الجلايكول، من عندي تو سيات مرتبطه باثنين او اتش تسمى جلايكول. اما اذا استخدمنا اوكسيدايز، اكتب اوكسيدايزنج ايجنت قوي، هاي الار كلها شو تحولت؟
خياطة غسيل الأسنان. بمعنى لو جرينا السهم منا من هذا المركب السبسطة السالمين إلى النهاية شخص على السهم طلاب أو كيشن في أي أوكسيدايزنج إيجنت قوي. دكتور إذا حولناها من رأسه نضيف السي أو 2؟ أكيد هذا ناتج تفاعل باي برودكت هو السي أو 2، ما يحتاج أقول. إذا خال لك بالامتحان علامات استفهام 2 تكتب لي البنزويك أسيد والسي أو 2 ولت تعادل المعادلة، ما لك علاقة بالمعادلة. إذا خال لك 1 تكتب الأساس الميجر برودكت هو البنزويك أسيد. أكو أي سؤال طلع على الموضوع؟ هذا كان آخر شيء اكتب عليه، اكتب هاي الصفحة مهمة. هذا التفاعل شو اسمه؟ اديشن اوف شنو؟ اكتب اتش بي ار يعني حصريا لمن؟ للاتش بي ار. احنا كنا نعرف ان اضافه الاتش بي ار على الالكين حسب يا قاعده؟ حسب اكتب قاعده ماركونيكوف. اذا ضفنا الاتش بي ار لوحده بدون اي اضافات اخرى يصير تفاعل، يصير الناتج حتى يضاف ال اتش بي ار حسب قاعده ماركونيكوف. شفتوا قاعده ماركونيكوف؟ ذره الاتش تضاف الى ذره الكربون تحتوي على اكثر عدد ذرات الهيدروجين. لكن اذا استعملت البيروكسيد اشر عليه بيروكسيد اتش بي ار ويا شنو؟ هذا الفوق اكبر بيروكسيد؟ نو بيروكسيد، حتى لو ما كنت فيها نو بيروكسيد، اضيف اتش بي ار واحده بس حتى نثبت. اذا اتش بي ار ضفت البيروكسيد يدخل التفاعل انتي ماركونيكوف. عكس المن الاتش ينضاف للاقل ذرات الهيدروجين. اذا من هو اللاعب هنا حدد نواتج التفاعل؟ بيروكسيد. مثل البيروكسيد طلاب H2O2 بيروكسيد. H2O2 بيروكسيد، اكو انواع واشكال من البيروكسيدات. بس المعروف عندكم هو هيدروجين بيروكسيد H2O. اذا البيروكسيد حدد لنا نوع الناتج. اذا اتش بي ار وحده يضاف حسب قاعده ماركونيكوف. اذا اتش بي ار مع بيروكسيد السبب طلاب، السبب طلاب انه في تفاعل نو بيروكسيد يعني فقط ال اتش بي ار الخطوه المتكونه كربون كتيون الشرح اريده من عندك بالامتحان. هذا فقولتين اذا كتبت لك ميكانزم تسويها. في حاله نو بيروكسيد ال اتش بي ار ضاف حسب قاعده ماركونيكوف يتكون كربون كتيون بعدين ضاف البي ار نيجاتيف يتكون الناتج النهائي. اما عندي بيروكسيد، من عندي بيروكسيد؟ يكون عندي ما يسمى بالفلتر هنا دوت. الشرطه دوت عندك هنا في رزقه اكثر استقرارا. ستندر يتكون اضيف اشكال اخرى يتكون بي ار يضاف الاتش انتي ما تقول اكتب على هاي اكيد هذا جاي السؤال. ما تقبل هاي. اذا هسه احنا وصلنا لنهايه هاي المحاضره. هذا التشابتر انه لاحظنا في هذا الموضوع النواتج تعتمد على نوع شنو؟ الريجنت. الله يخليكم طلاب. النواتج تعتمد على شنو طلاب؟ بسبب اساس الفينول هي الماده الاساسيه تدخل في صناعه الاسبرين. والاسبرين انتج بالبدايه من ناتشرال برودكت وبعدين صار سينثيتك. حضروه الماده الاساسيه اخر شيء بالمحاضرات هي صناعه الاسبرين. حتى حتى تحضرون الاسبرين انتم صف الرابع بيتكم تحضره. ما هي الماده الاساسيه الفينول الاسبرين؟ اكتب الفينول. قاعد ايش قد مهم هذا الفينول. هاي من ناحيه الصناعه بالأدوية، حربط لك بالأدوية. من ناحية العلم حنباوع إنه هاي المادة
عبارة عن بنزين شفع عليها مجموعة معوضة. من يا مجموعة هاي الـ OH الأولى الثانية الثالثة الدنيا تنقرب. حنباوع تفاعلات الفينول إما تشبه لازم الأروماتك اللي هي شنو هي؟ الكتروفيل الأروماتك سبستيوشن أكشن عبارة عن ريجنت ويا عسام شو نكتب؟ كتلس صح؟ كتلس بغض النظر عن شنو حنباوع تفاعلات الفينول لا يستخدم فيها الكتلس. حنباع تفاعلات الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن للفينول لا يدخل فيها الكاتاليست. اللي كم نوع كاتاليست احنا كله؟ لويس اسيد والاش 2 صفر. اكو غير عندنا الاثنين؟ لكن حنباع اذا استعملنا هذين الاثنين تفاعلات الفينول كلها تتخربط. فلذلك من هذه الحنقصه بالفينول كذا تسميته الاسيديتي والتفاعلات مالته والتحضير الطبيعي. هاي الصفحه اكتب كلها تحفظ تصير اختراق ويدي اعطيك اياها حتى ما نطول وقت فيها. اكتب بدل الخمس مرات او الاربعه تحفظ. الفينول إما يشبه قلابة يا مادة اللي نتداولها. الفينول إما يشبه اكتب يشبه الكحولات. هنا عندي هناك R O H هنا بنزين O H صح لو غلط؟ صح. الفينول عبارة عن يشبه البنزين. الكحولات حوامض قواعد. شنو الكحولات؟ حوامض. الكحولات حوامض؟ لا قواعد. قواعد؟ لا حامض ولا قاعدة. هو اقرب للحامضيه عن القاعديه. هو اقرب لكن فيري فيري ويك اسيد. فيري فيري ويك اسيد اصلا يعتبروا لايك ووتر. فاذا حندرس اول شيء اسيديتي اوف فينول. اكتب عليها جدا مهم اسيديتي اوف فينول. اليونت اللي يتحدد الاسيدي اسمه بي كي اي. اي رقم ما تحفظ بدون تحفظ ارقام. اليونت اللي يحدد الاسيديتي هو البي كي اي. حدرسكم اياها دكتوره هيداء ان شاء الله بالفيزيكال فارمس. هاي اليونت كل ما رقمها يكون واطع يكون المركب مور اسيديك. اكتب هاي البي كي اي قيمتها كل ما تكون واطئة يكون مركب أكثر أسيديتي. من أكثر أسيديتي؟ الكربوكسيليك أسيد لو الفينول؟ أكيد الكربوكسيليك أسيد مور أسيديك دان فينول. والفينول مور أسيديك دان الكحول. هذا تحت جنرال. الموضوع عندنا ندرسه هو موضوع كالآتي. اكتب ما هو دور. اكتب ما هو دور. ما هو دور المجموعة المعوضة. ما هو دور المجموعة المعوضة في حلقة البنزين. ما هو دور المجموعة المعوضة في حلقة البنزين على حامضية الفينول؟ على حامضية الفينول. الجواب هنالك تأثيران. هنالك تأثيران للمجموعة المعوضة على حامضية الفينول. رقم واحد. رقم واحد موقع المجموعة المعوضة. موقعها بالنسبة لمن طلاب؟ بالنسبة للـ OH.
اما تكون في موقع اورثو او في موقع ميتا او في موقع بارا. اكو غير بعد غير مواقع؟ اذا اول شيء التاثير الاول الموقع. التاثير الثاني نوع المجموعه المعوضه. كم انواع عندنا من المجاميع المعوضه؟ افتح قوس مجموعه الدونيتنج جروب هي المجموعه الاولى، الدونيتنج جروب المانحه، مجموعه الهالوجينات، والمجموعه الويذدرون جروب الساحبه. اكو غير المعد؟ حتى نسوي هاي، حتى نفتم هذا الموضوع لازم ننطي امثله. ايش حنقول في البدايه؟ اكتب البدايه حنقول تاثير موقع المجموعه المعوضه. حندرس موقع المجموعه المعوضه. اخر ثلاث مركبات اشهر اورثا نايتروفينول، بارا نايتروفينول، ميتا نايتروفينول. كلهم يا نوع مركبات. عندي مركبات نايتروفين، يعني عندي نايترو انضاف على الفينول، مره باورثو مره بميتا مره ببارا. باعوا الارقام من هو الاكثر اسيدتي، الاورثو والبارا او الميتا؟ اورثو بارا. اذا اكتب، اذا لو كانت المجموعه المعوضه في موقع اورثو بارا يكون الاسيدتي للفينول اعلى من من؟ لو كانت المجموعه المعوضه وين موجوده؟ في ميتا. اذا نفضل تكون المجموعه المعوضه اورثو بارا عن الميتا حتى نزيد من الاسيدتي اوف فينول. حلينا الموقع، نجي على النوم. اخذوا لي اشرع على ثلاث مركبات لازم نقارن بنفس النوعيه بس حنغير بالمجاميع. اشرع اورثو ميثوكسيفينول، اورثو كلوروفينول، اورثو نيتروفينول، اورثو ميثوكسيفينول، اورثو كلوروفينول بدون حفظ ارقام طلاب رجاء، اورثو نيتروفينول. الميثوكسي جروب من يا مجموعه طلاب، الميثوكسي من يا مجموعه؟ من المجموعه الاولى. اكتب اورثو ميثوكسيفينول ميثوكسي من المجموعه الاولى الدونيتنج جروب. اورثو كلوروفينول بين من المجموعه الثانيه الهالوجينيه. اخر واحده اورثو نيتروفينول، نيترو من يا مجموعه؟ والدرامونج الساحب. اي واحده اكثر جعلت حامضة الفينول عالية من هي؟ الويدرونج. أورثو نايتروفينول أكثر من أورثو كلوروفينول، والأورثو كلوروفينول أكثر من أورثو ميتوكسي. إذا نطلع في كونكلوجن شو نقول؟ المجموعة الثالثة اللي ويدرونج جروب تزيد من حامضية شنو؟ الفينول. بعدين يا مجموعة تجي بعدها؟ الثانية. وآخر واحدة من هي؟ الأولى. إذا الكونكلوجن حنطلع بيه إنه إذا كان عندي مجموعة معوضة من نوع الثالثة، المجموعة الثالثة اللي هي وذ دراونج جروب، أخذنا العينة مالتي كانت NO2 في موقع أورثو، تكون هي الأعلى من ما في المجموعة الثانية والمجموعة الأولى. صح طلاب لو غلط؟ وتفضل وين يكون، وين تفضل اورثو لو ميتا لو بارا؟ اما اورثو او بارا. صعبه طلاب؟ ترى هيك حيجي السؤال، اجيب لك سؤال اقول لك رتب لي هاي المركبات حسب زياده الحامضيه او نقصانها. واضح طلاب جاي؟ فتنتبه على شنو؟ تنتبه اول شيء على الموقع وعلى النوع. اثنين تنتبه على موقع ونوع. نعم نعم. هاي ارقام بي كي اي، حتى اعطيك ارقام حقيقيه. يعني دارسين الاورثو نيتروفينول كاتبين دارسين البي كي اي، حتى تدرسها بالفيزيكا فارماسي. بي كي اي مالتها 7 بوينت سمثينغ. هاي ارقام حقيقيه دارسيها. بس هاي لا تحفظ ولا رقم تحفظ، ما له علاقه بالارقام. افتم الموضوع. Synthesis of phenol.
انا حكيت بالصناعه، بس صناعه الاسبرين تعرفون شكو ادويه تنتج من عندها في نوع انواع عادي، بس الاسبرين عينه. فلذلك كان اكو تنافس على الصناعه في انتاج الفينول بالعالم، خصوصا الشركات العملاقه. الطريقه الاولى طبعا وقفوا عالميه صناعيه هوايه، بس انا اخترت بس المثال. الطريقه الاولى الكايل فيوجن او سلفونيت. شلون انتجوا الفينول؟ للتفاعل سلفونيك اسيد، اكتب سلفونيك اسيد. ليه نحطوا سلفونيك اسيد؟ من تفاعل بنزين مع اسبازين والاشبر سلفون. هذا السلفونيك اسيد كان حرام. فعلناه مع الهيدروجين صوديوم هيدروكسيد تكون عندنا صوديوم سلفونيت. من السلفونيك اسيد صوديوم سلفونيت. فعلناه مع الهيدروجين كله مطلوب الحفظ، كله تحفظ. ب 350 الثاني ملح الفينول. سوينا هيدروليسيس انطال الفينول. هاي طريقة قديمة انتجوا من عندها الفينول في بداية تحضير الفينول. جتني في الشركة عملاقة اسمها داو، لا يزال موجودة هاي الشركة. سووا تفاعل اسمه داو بروسيس، كنا تحفظ الاسماء. داو بروسيس. داو شو استبدلت؟ مقامة جابت سلفونيك اسيد، جابت اتش اتش كلورو بنزين. فعلتها مع الفيديوت انيو اتش رجل جدا عالي حوالي 3000 بي اس اي، وحده قياس ضغط هاي بي اس اي اذا قسم على 4.12 يطلع لك القياس الاتموسفيري. ما تحتاج لا تحفظ ارقام، بس اكتب لي فرجات حراره 300 سنتيغريد تحضر من عند الفينا. هاي طريقه بسيطه انتجوا طوروا الصناعه. الطريقه المثاليه لانتاج الفينا هي الطريقه الاخيره اسمها Air Oxidation of Cumene. هذا الكيومين هي مادة تنتج من النفط، من النفط الخام. واحدة من الأشياء اللي تطلع من النفط الخام هي الكيومين. وأعتقد النفط العراقي هي هاي المادة. يفاعلون مع أكسجين الجو بحرارة حوالي 130 سنتيغريد، ينتج ما يسمى كيومين بيروكسيد. هذا الكيومين بيروكسيد يحللوه بالحامض، تنتج مادتين اشرها. شنتجوا طلاب؟ شنو شنو؟ فينول واسيتون. زائد شنو؟ اسيتون. احسنتم، اسيتون. ايوه اغلى، الاسيتون ولا الفينول طلاب؟ الاسيتون أسيتون. اغلى من الفينول عشرات المرات. الاسيتون. الفينول من هو الناتج الميجر ومن هو الماينر؟ ما من هو البرودكت ومن هو باي برودكت؟ الفينول باي برودكت والاسيتون هو البرودكت. الفينول باي برودكت والاسيتون هو برودكت. انتجوا مادتين اساسيتين. هاي علماء انتجوا ثلاثه، سووا تجربه، اثنين مهندسه كيميائيه، واحد كيميائي. حضروا هاي الماده. واعتقد هسه بالصناعه بالعالم يروحون بهذا الاتجاه. في انتاج هذا. اكتب على هاي المعادلة مهمة جدا جدا جدا. الفينول كم مجموعة طلاب؟ ارسم فينول كم مجموعة الفينول بالكومين كم مجموعة؟ الفينول كم مجموعة؟ اثنين. بنزين اشر على البنزين بدائرة اوج. بنزين اوج. الرياكشن حيصير نوعين. حناخذ هسه تفاعلات الاو اتش وبالالكتروني حشرح تفاعلات البنزين. اول نص ساعه او ثلث ساعه من الالكتروني حتى يخلص المنهاج مالتي. اعيد هسه حدرسكم الاو اتش تفاعلاته وبعدين بالالكتروني مع حنجيب اسئله هم هم اكو امتحان هم. الاو اتش الفينول حامض لو قاعدة؟ حامض. إذا فعلوا القاعدة يصير ملح زائد الماء. صحيح. شلون تكتب الفينول حامض فعلوه مع الأوج؟ انطالي ملح زائد الماء. تحضير استر الفينول. حتى
بعض بنروح نشتغل على سبرين نحضر الاستر مال فينا استر الاستر يتحضر الاستر مال فينا عبر تكتوري ايجنت اما اسيل كلورايد او فتشي انهيدريت بالامتحان بس ابدل لك الار كل شيء انت بس سوي اجيب لك سي اتش 3 اجيب لك سي اتش 2 سي اتش 3 انت بس تكتب حضرت الاستر مالتي الخطوه الاولى في الاسيل كلورايد الباي برودكت مالتي شنو اكسيل بالانهيدريت الباي برودكت مالتي شنو قامت كارلسيل حضرت الاستر بعد نفس المركب بس عبر دوري اجل الاسترات ما في نوع احضرها بدوري اجل اما اسل هلاي اما كلور او بروم نفس الشيء هذا البروم اسل كلورايد او اجيب فتشي اسمه انهيدريت انهيدرات حضرت الاستر في حاله الاسيل كلورايد الباي برودكت مالتي اكسيال في حاله الانهيدريت الباي برودكت مالتي كاربوكسيل اسيد هذا التفاعل انت فد عالم اسمه فريز ريارنجمنت اكتب عليه تفاعل مهم جدا جدا فريز ريارنجمنت عبر تفاعل فريد دراك اسيليشن جاب الفينول فاعل مع اسيتك انهيدرايد هذا اسمه اسيتك انهايدرايت حضر الاستر لايك التفاعل السابق جاب المنيوم كلورايد بالذات المنيوم كلورايد ذاك تبغى هنا تحفظه المنيوم كلورايد في حاله تفاعل ب 160 انتقل الاسيد جروب سي اتش 3 سي دبل بوند او وانتقلت الى يا موقع اورثو في حالة ال 20 سنتك وين انتقل؟ إذا من هو الدور الرئيسي اللي لعب في نواتج التفاعل؟ اكتب درجات الحرارة. أنبه بشغلة طلاب اللي يسجل لي حقها. هذا النقطة. هذا شوف هذا. وليمسن ايش سوى وليمسن حضر إيثر، اكتب لي تحضير الإيثرات. إيثرات مالتينول عبر تفاعل هاميد الكين برايمري الكال هلاي إذا أقول اكتب عليه برايمري الكال هلاي C2H5 أقول أنا هذا برايمري الكال هلاي هنا شو استعملنا؟ كلورو بروم يود اكتب يود مع قاعدة قوية تكون الإيثر المقابل هذا الاي تي مو هذا الفيلم هذا الاي تي اثل جروب وهيك مختصره بال هذا عباره عن سي اتش 2 سي اتش 3 هذا اثل جروب هيك تكتبه بالعضو الاي تي سي اتش 2 سي اتش 3 التفاعل الاخير هو التفاعل نعم وين الاي هذا الاي اثل ايثر شنو ايثر طلاب ار او ار شنو الايثر طلاب؟ اكتب الايثر عبارة عن R O R بنزين O R R O R ايثر شو قالنا طلاب؟ شو قالنا؟ تفاعلات الريسير الرياكشن على البنزين في الساعة اللي ان شاء الله يوم السبت اكو اي سؤال؟